على شروط ديال تدريب فريق الرجاء البيضاوي وشروط حمل قميص فريق الرجاء البيضاوي، لان تنعرفوا ليكزيجونس ديال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي، بان الحضور هنا كله تيتذكر بان فريق الرجاء البيضاوي في واحد الوقت كان تحت المرتبة الأولى فارق مجموعة ديال النقاط على المطارد، ولأن الجمهور ما كانش مقتنع بالطريقة ديال اللعب ديال الفريق، فتم انفصال على المدرب، وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي فريق اللي مطلوب منه أنه يلعب مزيان ويربح ويحقق الألقاب، وبالتالي هادو هما الشروط. حنا جينا للنادي ديالنا باش هاد الروح نزرعوها في اللاعبين، تنظن بان اللاعبين كانت عندهم الروح، لان هاد المجموعه اكثريه اللاعبين اللي كانوا فيها فهم فازوا بجوج ديال الالقاب من قبل، وكاين اللي كان حاضر فاش فازوا بكاس العرش، يعني ثلاثه ديال الالقاب، ولكن الان كاين واحد المرحله اخرى باش نعاودوا نرجعوا لهذاك المستوى هذاك اللي اللاعبين تقدموا عروض في المستوى ويقدموا كذلك القاب للجمهور الكبير، لان الجمهور ديالنا فهو جمهور كما تيبغي الكره زوينه كما تيبغي الفرجه فهو تيبغي تنتصر، وبالتالي هادو جوج ديال الحوايج مهمين بالنسبه لنا باش نزرعوهم في اللاعبين، لان اللاعبين هما لي زاكتور في التيران، لان اللاعبين الا تحلاو بهاد السمات هادو فهم ملي غيدخلوا الملعب ما يمكن الا انهم يقدموا عروض في المستوى انهم ينتصروا، لان فريق الرجاء البيضاوي مطلوب منه انه يسجل اهداف، مطلوب منه انه يكونوا عنده لاعبين جيدين في الدفاع، مطلوب منه انه يكونوا وسط الملعب ديالهم في المستوى، لان كل خط من هاد الخطوط فهو عنده ارث، وبالتالي الجميع تعرف شكون هما اللاعبين اللي دازوا هاد الخطوط هاد، وبالتالي اللاعبين الحاليين فخصهم يكونوا حاسين بالمسؤوليه باش يقدموا المردود اللي تتسنى منهم الجماهير ديالهم ان شاء الله. عندي اضافه، لان فريق الرجاء البيضاوي خصو يكون عنده لاعبين حتى في زونطريمون خصهم يبغيو يربحوا، ماشي غير باش يديو القاب، وانما باش تحمل القميص ديال النادي بحال فريق الرجاء البيضاوي، فمطلوب منك كاع الحصص خصك تكون تعطي افضل ما عندك، وبالتالي حنا مطلوب منا اننا نفوزوا بجميع المباريات، مطلوب منا اننا نفوزوا بجميع المنافسات اللي غادي نشاركوا فيهم، طبيعة الحال كاين هزيمه كاين انتصار كاين تعادل، هادو داخلين في كرة القدم، ولكن حنا في كل مباراة حنا غندخلوا غير عازمين باش نفوزوا بها، لان القيمة ديال النادي ديالنا وديال الجمهور ديالنا ما تسمحش لينا اننا نكونوا فريق متواضع. الى الصورة ديال الفريق تغيرات واصبح الجمهور ديال النادي راضي على النادي ديالو، فغادي يبان باننا المجيء ديالنا قدم واحد الاضافة وغير شي حاجة، الى ما كانش تغيير لا في طريقة اللعب لا في النتائج فاحنا مطلوب منا اننا نمشيو بحالنا. شكرا واضح.